والتوزيع العادي للثروة كفى من أن هناك فئة محظوظة كتستفد من كل شيء في المغرب، وأن العامة ديال المواطنين ما فيها تدمير الطبقة المتوسطة ولا تمست من السياسات لا شعبية ولا اجتماعية ديال المؤسسات اللي كتقوم بها. سي بن عمر تبارك الله، تعتبر يعني الحركة الاجتماعية مثل حركة 20 فبراير؟ هذه المسيرة تضم مختلف فئات الشعب المغربي النقابية والسياسية منضمة في جبهات واسعة لمواجهة الانحرافات التي نعيشها ونمثلها من انحرافات على مستوى القضاء، انتخابات تشريعية ومحلية وانحرافات على مستوى انحرافات في السوق، انحرافات في السلع والثروة المغربية. إذا جئنا لنرفع هذه الشعارات ولنؤكد من جديد أن هذه المسألة ليست واحدة في المسألة الشعبية، لأن البلاد كلها في مختلف القرى تعيش بهذه الوقفات والمشاعر، وحتى الاحتجاجات تعرفها والندوات التي انطلقت من خلالهم إلى مسيرة إعراضية ومسيرة متجهة تتحول إلى مسيرة يومية ومسيرة تخلص الحكم الذي لا يمسك من صوت العقل وصوت القانون في الحق على استباحة إن كرها وإن رضاها. في الطبقة المتوسطة التي تستميرها أفضل غياب حوار وطني مع المجتمع، لا بد من أن الجبهة الاجتماعية تعقد عمل مكثف أن بنضالهم حضورهم وخروجهم الثانية وتحذيراتهم يمكن يواجهوا هذا الوضع ويمكن يحققوا العديد من الثمرات. إذا حان الوقت على الدولة وعلى جميع المؤسسات أن تراجع نحافظوا عليه وخصنا نطوروه باش نبعثوا الجبهة الاجتماعية قامت في يوم 20 فبراير بحوالي 45 وقفة احتجاجية مختلف مناطق المغرب، واليوم كتزوج بهذه المسيرة الكبيرة بشوارع الدار البيضاء. إذا مطروح علينا كاملين باش نقويوها، أننا نقول مكاسب نتاع شعبنا اللي يتمنى الديمقراطية الحقة وضد الديمقراطية المزيفة وديمقراطية الواجهة. وشكرا. عبد الرزاق، هذه الحركة الاجتماعية هي امتداد لحركة 20 فبراير والآفاق امتداد ديالها في المستقبل. إذا كيف قلت أن الحركة الشعبية المغربية هي مكسب الشعب المغربي، مكسب تنظيمي اللي قامت فيه واحد العديد من التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية والتربوية. هذه الحركة هذه هي بالطبع امتداد حركة 20 فبراير، ولكن في حلة جديدة، حيث أنه الحركة الاجتماعية لها قيادة ولها فروع على المستوى الوطني. يوم 20 فبراير تم تنظيم 45 وقفة احتجاجية مختلف مناطق المغرب، والمطالب ديالها مطالب واضحة، يعني نفس المطالب اللي كانت عندنا في 20 فبراير، ولكن هناك بالطبع مطالب جديدة تتجلى في كون أنه الدولة والحكومة يجب أن تفتح المفاوضات في نظري مع الجبهة الاجتماعية على المستوى المركزي وعلى المستويات الإقليمية. إذن نطلب كذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في بلادنا، معتقلي حراك الريف على رأسهم. إذن الدولة يجب أن تستجيب لمطالب الحركة الاجتماعية، وحنا كتنظيمات سياسية وتنظيمات حقوقية ونقابية وجمعوية يجب أن ندفع في اتجاه تقوية الجبهة وتقعيدها في مختلف مناطق المغرب باش تلعب الدور ديالها لصالح شعبنا وصالح بنات وأبناء شعبنا. وشكرا.
على السي حميد. فيما يخص نفس السؤال المطالب ديال حركه 20 فبراير، هذه الحركه الاجتماعية.